بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في شرح واجب 3.5 اللي هي properties of determinant. طبعا أنا قبل كل سؤال كاتب القانون أو الشيء المهم اللي ممكن نطبق عليه. أول شيء في شيء اسمه الادجوينت. عشان نوجد الادجوينت لمصفوفة من السايز 2 باي 2 نطبق التالي. المصفوفة يكون عندنا هي مكونة من أربعة عناصر، صح؟ مثلا عندك A B C D. لو طلب الادجوينت للمصفوفة من السايز 2 باي 2 بكل بساطة ايش اسوي؟ القطر الرئيسي هذا انه مشروع بالاحمر اقلبهم، الـ A مكان الـ D والـ D مكان الـ A، والقطر الاخر هو الـ B والـ C اضرب اعكس شارتهم، اضرب في سالب يعني. اوكي؟ طيب بعدين ايش اسوي؟ اجيب الترانسبوز لها بس. اوكي؟ كمان في حاجة، لو عندي مصفوفة من السايز 3 باي 3 انتبهوا، عندنا لاحظوا الدائم هذا المعين حيكون عندي موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. اوكي واضح ان شاء الله. تلاحظوا الدائم وده الدائم في الطرف هذا اللي في النص والاطراف موجبه اشاراتهم والباقيات سوالب. اوكي طيب لو عندي مصفوفه من السايد 3 في 3 طلب الادجوينت نسوي التالي. نسمي مصفوفه اسمها كوفاكتور، نفوق مصفوفه كبيره وجوتها محددات صغيره، موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب ان سو. بعدين نجيب قيمتها. المصفوفة اللي تجيني هذه اعمل لها ترانسبوز. اوكي هي نفس المصفوفة هذه اعمل لها ترانسبوز، هي تساوي للجوينت. اوكي كمان في 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 كمان نقطة اخذتوها، لو ابغى اجيب الانفيرس باستخدام الديتيرمينانت باستخدام المحددات حيكون عندي واحد على المحددة مضروبة في للجوينت. طيب بالامثلة تتضح المقالات. سؤال واحد وسؤال اربعة وسؤال خمسة قال لي find the adjoint. اوكي اوجد الجوينت للمصفوفات، استخدم الادجوينت لايجاد الانفيرس. يعني عندي تطبيقين مباشر للقانون. اول شيء للسؤال اعطاني سؤال رقم واحد مصفوفه ما يستاجد 2 باي 2. اول شيء قبل ما تجيب الادجوينت تتاكد هل المحدده لا تساوي صفر، عشان شرط الانفيرس ان المحدده لا تساوي صفر. كيف نجيب المحدده للمصفوفه من يستاجد 2 باي 2؟ بكل بساطه اضرب القطر الرئيسي في بعض، 1 في 4 ناقص القانون اضرب القطر الاخر في بعض، يطلع الجواب لا يساوي صفر. إذا المصفوفة لا ينفرس. الخطوة اللي بعدها أكمل أجيب الأدجوينت. كيف أجيب الأدجوينت؟ تعالوا في المصفوفة إيه، قلب الواحد مكان أربعة والأربعة مكان واحد، والسايد والقطر الآخر أضرب في سالب. أوكي هذا الأدجوينت خلاص. طيب لو أبغى أجيب الإنفرس يكون واحد على المحددة في الأدجوينت، واحد على المحددة الأولى طلعت قيمتها سالب 2 على هذا اللي هو الأدجوينت، أضرب سالب نص في أربعة سالب نص في أربعة اثنين وانسون. واضح؟ طيب سؤال رقم أربعة، هذا سؤال رقم واحد. سؤال أربعة أعطاني مصفوفة من السايد ثلاثة في ثلاثة. هنا حيفرق شوية الإجابة للجوينت. طبعا هنا فقط ألوان عشان كنت جالس أحل. أوكي المصفوفة هنا عندكم واحد اثنين ثلاثة صفر واحد واحد اثنين. أتأكد من الكتاب بس ثواني، بس بتأكد من المصفوفة يعني عناصرها. شوف كذا المصفوفة عندي واحد اثنين ثلاثة صفر صفر واحد سالب واحد اثنين اثنين اثنين. طيب الآن أول شيء أجيب الكوفاكتور، مصفوفة أسميها سي كوفاكتور. كيف أجيبها؟ أفتح مصفوفة بعدين أحط موجب سالب موجب سالب موجب سالب. أوكي موجب سالب موجب، بعدين أحط محددات صغيرة من السايز 2 باي 2. إيش أسوي؟ أمسك كل عنصر وأجيب إيش الماينر تبعه، يعني هذا الواحد تحذف الصف والعمود تكتب اللي باقي واحد سالب واحد اثنين اثنين، وهكذا كل عنصر كل عنصر كذا لين أكمل المحددات الصغيرة هذه. اوكي هنا كان عندكم صفر، بعدين اضرب مثلا هذا العنصر. كيف اجيب القيمه تبعه؟ طرفين في وسطين واحد في اثنين باثنين، بعدين ناقص اثنين ناقص سالب واحد في اثنين بسالب اثنين، سالب مع سالب موجب كم؟ اربعه، وتنضرب في السالب. هنا مثلا صفر في اثنين صفر، هنا صفر ناقص سالب واحد في اثنين يعطيك ناقص اثنين، سالب مع سالب يعطيك موجب اثنين، لكن في سالب هنا صار سالب اثنين، وهكذا كمل. هذا المصفوفه هذه اللي طلعت اعمل لها ترانسبوز، قلب الصف عمود لعمود صف، الصف الاول قلب عمود اول، الصف الثاني قلب عمود ثاني، وهكذا
هذا هو الادجوينت. طيب الانفيرس تقول واحد على المحددة ايه تبع المصفوفة ايه ما جبناها نجيبها، كيف نجيبها؟ بأي طريقة، يعني مثلا أي طريقة تجيب بها المحددة حقت المصفوفة. مثلا أول عمود ناخذه مكرم، واحد اثنين ثلاثة صفر واحد سالب واحد اثنين اثنين اثنين، العمودين الأولين كررهم، واحد صفر اثنين اثنين واحد اثنين، أوكي؟ وزي ما علمتكم طريقة سهلة، الأول مع الثاني مع الثالث، الثاني مع الثالث مع الرابع، الثالث مع الرابع مع الخامس، تعال من اليمين، الأول مع الثاني مع الثالث، الثاني مع الثالث مع الرابع، الثالث مع الرابع مع الخامس، يلا أضرب اللي كذا أضربهم في بعض، يلا كذا. واحد في واحد في اثنين يعطيك اثنين بإشاراتهم، بعدين اثنين في اثنين أربعة، أربعة في سالب واحد يعطيك سالب أربعة، ثلاثة في صفر في أي حاجة بصفر، ناقص. تعال في الجهة الثانية كذا، يلا اثنين في صفر في صفر كله صفر، الثانية واحد في اثنين باثنين، اثنين في سالب واحد بسالب اثنين، بعدين ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة بإشاراتهم، بسط. أوكي، سالب أربعة وزائد اثنين فيها سالب اثنين، وسالب اثنين وزائد صفر يعطيك سالب اثنين هنا، أوكي؟ طيب هنا هذا الناقص خلينا نكتب هنا سالب اثنين، أوكي؟ ناقص صفر، ستة ناقص اثنين كم فيها؟ أربعة، أوكي؟ حطل عندك هنا أربعة، شوف هنا سالب اثنين وناقص أربعة يعطيك كم الجواب؟ سالب ستة، أوكي؟ يطلع كم الجواب؟ سالب ستة. إذا المحددة الـ A تساوي سالب ستة، تجي تحطها هنا في القانون في المقام وتأخذ الـ Adjoint هذا اللي هو الـ Cofactor Transpose، تضرب تدخل دا هنا ودا هنا ودا هنا وهكذا يطلع معك إيش الجواب زي كذا، أوكي؟ طيب نجي للسؤال خمسة بنفس الطريقة، أعطاني المصفوف من السالب 3 باي 3، أول شيء أجيب المحددة زي ما علمتكم بأي طريقة تعجبك، أنا أفضل هذه الطريقة سهلة، العمودين الأول عمودين كررهم بعين الثاني، حط الخطوط هذه وطبق النظرية دي علمتكم عليها في الدرس. طلع معاك المحددة سالب 3 إذا لها تساوي صفر إذا لها انفيرس، بعدين تجيب الكوفاكتور كل عنصر تحذف الصف والعمود، تحط محددات صغيرة وتجيبها موجب سالب موجب سالب موجب زي ما علمتكم، بعدين اللي يطلع معاك الناتج جاي اعمل له مدور تدوير الصف عمود او سالب 7 2 2 والصف الثاني عمود او ثاني وزي كذا، هذا الادجوينت. بعدين جيب الانفيرس واحد على محددة الـ A اللي هي كم طلعت محددة الـ A سالب 3 في الادجوينت اللي هو الكوفاكتور ترانسبوز، شايفين؟ خلاص تضرب ذا في ذا وذا في ذا وذا في ذا وانتبه الإشارات وبسط، أوكي؟ طلع هذه هي الانفيرس. طيب البارت الثاني من الدرس نتكلم على قاعدة كرامرز، كرامر رولز نقدر نحل فيه أي نظام خطي، خطواته كالتالي، أول شيء صيغته على الشكل التالي AX مضروبة في B، أوكي؟ حيث أن الـ A هي مصفوفة المعاملات والـ B مصفوفة الحد الثابت. الخطوات أول شيء أوجد المحدد المصفوفة اللي معطيني إياه وأتأكد أنها تساوي صفر، شرط لو تساوي صفر ما أقدر إيش النظام ليس له حل. طيب ثانيا أغير العمود الأول في مصفوفة المعاملات إيه بالعمود بمصفوفة الثوابت، الثوابت دائما يكون عمود واحد، ثم أوجد محددة أسميها إيه واحد. طيب ثالث بنفس الطريقة أغير العمود الثاني في مصفوفة المعاملات بالعمود حق بي واجيب المحدد ايت وهكذا، والثالثة برضو الشيء اغير الثالث ببي، بعدين يطلع الناتج اكس واحد المجاهيل اكس اثنين اكس ثلاثة محددة الاي واحد على محددة اي، واكس اثنين عبارة محددة اي اثنين على محددة اي، واكس ثلاثة محددة اي ثلاثة على محددة اي وهكذا، اوكي. 17 25 27 قال لي استخدم كرامر رولز عشان احل النظام اذا كان ممكن. طيب اول شيء اعطاني هذا النظام، أكتب مصفوفة المعاملات هي A هي واحد سالب واحد اثنين واحد كتبتها، بعدين اليمين المستوى كتبته هو إيش مصفوفة B. طيب أول شيء قبل ما أحل أتأكد هل المحددة لا تساوي صفر؟ طيب أضرب كيف أجيب محددة المصفوفة A؟ واحد في واحد
ناقص 2 في سالب 1. طب هنا سالب 2 هنا في سالب تصير ايش؟ موجب 2. اوكي؟ الناتج يطلع 3، اذا لا تساوي 0، اذا المحدده هذه يمكن لها حلها ب ايش؟ كرامر. الخطوه اللي بعدها يلا اجي الان اخذ عمود البي واحذف العمود الاول هنا واحط مكان عمود البي، شوفوا واجيب المحدد لو طرفين في وسطين. اي 2 برضه نفس الطريقه، احذف العمود الثاني واكتب بداله عمود بي، هو طرفين في وسطين اجيب المحدده. الان اجيب اكس 1 اكس 2 المحدده اي 1 اقسمها على المحدده اي، وهكذا اكس 2 اي محدده اي 2 على محدده اي، طلعت قيمه اكس 1 اكس 2. اوكي، سؤال 25 اعطاني برضه نظام من خطي من معادلتين. اول شيء اكتب مصفوفة المعاملات هذه اللي في اليسار هنا 3 و6 6 و12 كتبتها، بعدين مصفوفة الثوابت على يمينها 5 و10. اجيب المحدد اول شيء تبع ايه؟ طرفين في وسط 3 في 12 36 ناقص 6 في 6 36، 36 ناقص 36 الجواب يساوي 0. مع انه المصفوفة او المحددة تبع المصفوفة المعطيات تساوي 0، اذا النظام هذا ليس له او مو مو مو, مو ليس له حل، النظام لا يمكن حله بين بكرامرز، وله عدد لا نهائي من الحلول. هذه معلومه جدا مهمه. اذا كانت المحدده اذا طلب مني حل نظام بكرامر وكانت المحدده تبع المصفوفه المعطاه تساوي صفر، فالنظام له حل لا نهائي من الحلول. اوكي، عدد لا نهائي من الحلول ولا يمكن حله بكرامر. طيب سؤال 27 اعطاني المصفوفه من السالب 3 3، اول شيء قال لي حله بكرامر، اكتب مصفوفه المعاملات، لاحظوا 4 سالب 1 سالب 1 2 2 3 5 سالب 2 سالب 2. مصفوفة الثوابت اللي على اليمين 1 10 سالب 1. أول شيء ركز معي، أجيب المحددة بأي طريقة؟ أسهل طريقة أنا أشوفها بكيف، يعني أنت بكيفك، كرامر ما يغيرك بطريقة للجهة المحددة. كرر العمود الأول والثاني، شوفوا هنا كررتهم، وبرضو الأول مع أسوي أسهم الأول مع الثاني مع الثالث، الثالث مع الثالث مع الرابع، الثالث مع الرابع مع الخامس، وأعكس أضرب وبينهم ناقص، يطلع معايا الجواب 3. إذا المحددة لا تساوي صفر، إذا هذا النظام يمكن له حل بكرامر. باقي الآن أجيب أي واحد وأي اثنين وثلاثة. أجي أي واحد محددة، أحذف العمود الأول وأستبدل بعمود البي، شوفوا. بعدين اجيب المحدده لو باي طريقه، برضو اضيف اول عمودين واجيب المحدده اي 2 بنفس الطريقه، احذف العمود الثاني واكتب عمود البي واجيب المحدده تبعه، واي 3 برضو اجيب محددتها احذف العمود الثالث واكتب عمود البي اجيب المحددات. خلاص اجيب قيمه اكس 1 اكس 2 اكس 3، اكس 1 محدده اي 1 على المحدده الاساسيه، اكس 2 محدده اي 2 على المحدده الاساسيه، اكس 3 محدده اي 3 على المحدده الاساسيه، يطلع معايا قيمه اكس 1 ب1 كمان تكس 2 ب1 كمان تكس 2 ب او اكس 3 ب2. واضح ان شاء الله؟ بالتوفيق.